احمد بارك الله فيك، أولاً بالنسبة للعمل الذي يعمله الإنسان هو أجير سواء عند الدولة، عند شركة، عند مؤسسة، عند عامل عند شخص مثلا عامل خاص مثلا أجير. والوقت المحدد له على حسب العقد أن تقولي الآن عندهم شفتات، شفت في النهار وشفت في الليل. إذا أربع ساعات في النهار، أربع ساعات في الليل أو يكون ثمان ساعات في النهار وبعد أسبوع يكون ثمان ساعات في الليل معروفة هذه نعرفها الشفتات. اثناء الـ الـ الوقت اللي اللي العقد عليه انه خلاص ثمان ساعات سبع ساعات لا يجوز له ان ينام في هذا الوقت، هذا وقت عمل ولذلك يجب عليه ان يكون موجود في مكان العمل ولا يجوز له ان ينام ولا يجوز ان يعبث ولا يجوز له ان يفعل اي شيء يضر بمصلحه العمل لان هذا ياخذ عليه راتب الان الوقت اللي اللي موجود فيه مع العمل ياخذ عليه اجره والمسلم لا يرضى ان ياكل حرام لكن ان غلبه النوم غلبه ما استطاع هو جالس لكن غلبه النوم وما استطاع يسيطر على نفسه أه؟ وصحي ما هذه هذه مسألة يعني خارج إرادة الإنسان ما هي باختياره رجل ينعس ينعس مثلا وغلبه النوم وكذا لكن إذا انتبه أما أن تكون لو عادة ينام في هذه الفترة لا لا هذا ما يجوز وهذا سببه السهر أو سببه عدم الاستعداد للعمل سواء كان الشفت نهاري أو الشفت ليلي لذلك هذه يا اخواني بارك الله فيكم مساله مهمه، الان بعض الناس يقول يا اخي ندعو ولا يستجاب لنا، فتش عن نفسك، شوف راتبك من وين يجي، شوف راتبك انت مقصر في العمل ولا لا؟ بعض الناس الان يقول يا اخي ندعو ولا يستجاب لنا، المشكله عندك، يعني بعض الناس الان يستلم راتب شهريا وما يؤدي ربع المطلوب منه، ربع المطلوب منه عنده ما يؤدي، واذا طالب بحقه يبغى حقه كامل، لكن حق الجهه هذه لا يبدا يدور الاعذار ويلتف على الانظمه والقوانين وهذا ما يجوز هذا الراتب اللي تاكله انت تاخذه وتاكل منه وتوكل عيالك وزوجتك هذا كله لا بد ان يكون حلالا والذي و و ال ياكل حرام والعياذ بالله ايما لحم نبت على سحت في النار او لابه بعض الناس يقول يا اخي ما طاح بيدك حلال او يقول هذا مال الدوله كيف الكلام هذا مال الدوله سايب ومال الشركات والمؤسسات سايب هذا مال لا يدخل عليك إلا يقين مثل الشمس في في رابعة النهار درهم واحد انتبه لأن الدرهم هذا اللي دخل عليك بشيء مغشوش بشيء فيه تفريط عدم مبالاة هذا مثل الحجر المغشوش في زاوية البيت ما تدري متى يطيح عليك البيت نفس الشيء انتبه ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يجب على الإنسان اللي عنده شفت ليلي أن يهيئ نفسه يأخذ راحته يأخذ قسط من الراحه ويهيئ نفسه لان هذا عمل